على الحياة اف ام. اخبار الرياضة على الحياة اف ام. صباح الورد، صباح النور، مرحبا بكم في لايف سبورت. أكدت شبكة يور سبورت الفرنسية أن المنتخب الفرنسي ما زال يعاني من فيروس الإبل الذي ضرب عدة لاعبين في الفترة الأخيرة، وأوضحت يور سبورت أن فاران هو آخر اللاعبين المصابين بهذا الفيروس بعد أن طالت العدوى 4 لاعبين وهم رابيو ثم كومان ثم إبراهيم كوناتي والبارح فاران، ولم يتوصل بعد الإطار الطبي للمنتخب الفرنسي حتى الآن إلى نتيجة واضحة للحسم في جدل هذا الفيروس الغامض ليطلق عليه اسم فيروس الإبل. في المقابل الدور اليوم السبت بالأيام 4 متاع العشية بتوقيت تونس، مقابلة ترتيبية من أجل المركز الثالث والرابع بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن منح المغرب شرف تنظيم كأس العالم للأندية اللي باش تدور من 1 إلى 11 فيفري 2023، وحسمت يوم أمس اللجنة التنفيذية للفيفا قرارها بمكان إقامة المسابقة بعد منافسة كبيرة بين الإمارات والمغرب، فيما يلي الفرق المترشحة للمشاركة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، الوداد البيضاوي المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا، الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، سياتل ساندرز الأمريكي بطل الكونكاف، وأوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا. أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إنفانتينو أن اختيار الدولة المنظمة لكأس العالم نسخة 2030 سيتم في عام 2024، وقال إنفانتينو خلال مؤتمر الصحفي المقام يوم أمس في الدوحة أن البلد المستضيف لبطولة كأس العالم سيتم تحديده سنة 2024، سيكون مما 6 سنوات للاستعداد من أجل احتضان الحدث الكروي العالمي. أعلن النادي الأهلي المصري أنه تلقى خطاب رسمي من الفيفا يوم أمس لتأكيد مشاركته في مونديال الأندية بالمغرب في فيفري المقبل، وسيشارك الأهلي بصفته وصيف بطل إفريقيا باعتبار الوداد الفائز بدوري الأبطال يعتبر صاحب الضيافة لأنه بطل الدوري المغربي. محليا تقام يوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري المقابلات المؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، في مالي برنامج المواجهات وتعيينات الحكام المجموعة الأولى زوز مقابلات. نجم الساحل يستضيف نادي صفاقسي تحكيم نعيم حسني، الملعب التونسي يواجه الترجي الرياضي عامر شوشان، وفي المجموعة الثانية مقابلة واحدة النادي الإفريقي في ملعب حمام المنفي يواجه مستقبل سليمان حكم نصر الله الجوادي. في التنس نجحت المصنفة الثانية عالميا التونسي أنس جابر في تحقيق لقب بطولة مبادلة الاستعراضية، وذلك بعد الفوز على البريطانية إيما رادوكانو بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 7-5 3-6 8-10. نختم نشرتنا الرياضية معلومة صحية من فوائد الرياضة، التقليل من القلق والإجهاد والتعب وتقلل من الكآبة وتعطي الطاقة والقوة للجسم. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحيات عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية.